صباح الخير. البارحة حاول النائب سليمان فرنجي إظهار نفسه على أنه مرشح الوفاق الوطني في مقابلة هي الأولى له بعد لقائه الرئيس سعد الحريري في باريس. أجواء هذا الحديث وتداعياته طبعا على المشهد السياسي اللبناني قبيل الأعياد. اليوم ضيفي في حوار اليوم، أهلا وسهلا فيك أستاذ قاسم قصير، الكاتب قاسم قصير. يعني طبعا هو العنوان الأول اليوم حديث النائب سليمان فرنجي، كيف رأيته؟ يعني كيف تقيمه، خصوصا وأنه كان في مواقف حادة جدا يعني تجاه تكتل التغيير والإصلاح أو تجاه العماد ميشيل عون؟ هل هذا يعني أنه صار في منافسة على الرئاسة ما بين النائب سليمان فرنجية والعماد ميشيل عون؟ يعني أنا امبارح تابعت يعني القسم الأكبر من المقابلة تكون دقيقة، ورجعت تابعت بعض التفاصيل يمكن ما قدرت امبارح أشوفها. النائب سليمان فرنجي كان يشرح وجهة نظره من الأوضاع ويتحدث عن كل الملابسات التي أدت إلى طرح اسمه كمرشح، لكن هناك نقطة مركزية مهمة بحديث أستاذ سليمان فرنجي بغض النظر عن بعض التفاصيل يمكن البعض يمكن يعتبرها حادة أو شيء، أنه كان يركز أنه هو يعني جزء من الحلف الأساسي اللي هو حلف قوة 8 آذار، ليس من خارج هذا الحلف، يعني بغض النظر إن كان هو سيكون المرشح أو استمرار بترشيح العماد ميشيل عون. هي نقطة كتير مهمة يعني برأيي لقراءة من المشهد السياسي، إنه سليمان فرنجي ليس من خارج هذا الحلف، هو جزء من الحلف، حتى لو كان في أحيانا وجهات نظر متباينة حول عملية الترشيح. الحرص على العلاقة مع العماد ميشيل عون بكلامه بموقفه كان كثير واضح، حتى هو عم بيقول انه صار في خلاف او صار في اشكالات او في عم بيرد على بعض ما طرح عليه بالنسبة لطريقة الترشيح، لكن جوهر المقابلة هو انه هو يمثل او هو من 8 آذار، يعني هو مش اجى من برا 8 آذار. ما شفت بحديثه محاولة لأن يكون مرشح توافقي أو في الموقع الوسطي، يعني خصوصا لما تحدث عن علاقته بالرئيس سعد الحريري ومراعاته للرئيس سعد الحريري، عن علاقته بالمملكة العربية السعودية وصداقته هناك، يعني بدأ وكأنه يعني طبعا هو عم بحاول كان يبعث رسائل يعني إيجابية، عفوا بس هذا مش سليمان فرنجي اللي كنا نسمعه مثلا بوقت سابق، بوقت مثلا في صراع او مواجهه ما بين المملكه العربيه السعوديه مثلا وايران على سبيل المثال. واضح انه هو يعني بقي محافظ على مواقفه، يعني هو قال حتى امبارح يعني اتجاه مثلا موضوع الاعلان اللي اعلنته السعوديه الحلف التحالف ضد الارهاب، كان ينتقد علاقته بحزب الله محافظ عليها، علاقته بحلفائه، لكن هو اعتبر انه يفترض يصير في خطوه ايجابيه. يعني طبعا هو مثل ما قال انه مش مرحش عند 14 اذار، هو لا يزال على مواقفه بس راح بخطوه الى منتصف الطريق. هلا طبعا هذا جزء من ما يسمى اللعبه السياسيه، ما يسمى الاداره السياسيه لمعركه، انه بالاخير نحن بدنا نوصل بالبلد الى ما يسمى التسويه. يعني نحن بالاخير يعني كل الاطراف، يعني سواء كان صور العماد ميشيل عون او حزب الله او رئيس نبيه بري او سلسله عم بحكي عن 8 اذار بالاخير معنيين كانوا من الاساس. يعني العماد ميشيل عون عندما كان يطرح ترشيحه ما كان عم يطرح ترشيحه انه هو صحيح من 8 اذار بس هو بالاخير بده يصير رئيس جمهوريه لكل البلد، عشان هيك بده يروح باتجاه الحوار مع الاخر. يعني هذا العماد ميشيل عون تكتل التغيير والاصلاح ولا مره كانوا ضد الحوار، يعني هذه نقطه كثير مهمه اللي عم بيحاول كان يعمل أستاذ سليمان فرنجي، كمان كان انه هو من هذا الحلف من هذه القوة هذا الرأي، وان كان راح خطوة او في منتصف الطريق. يعني انا بدي اشوف هون، يعني وهذا حقيقة بعرف انه يعني الظروف الان هذا الكلام وقديش حساسيته اليوم، لكن قراءة المشهد بكليته مش بتفاصيله. يعني احنا بدنا نشوف المشهد من فوق مش بالتفاصيل. هلا يمكن اختلف مع أستاذ سليمان فرنجي بعبارة معينة أو بوجهة نظر أو بطريقة مواجهته للأمور، وكان هو كتير حاول يعني يحافظ على الحد الأدنى من الأمور، لكن المهم إلى أين سنصل. الموضوع أنا برأيي مش موضوع شخصي، يعني مش موضوع أستاذ سليمان فرنجي. برأيك ألم يتحول إلى نوع من الشخص البارحة بالحديث؟ يعني لأنه صار في كتير إذا بدك يعني مواقف
تخطت يعني إذا بدك شروط الحلف أو لا الحلفاء، يعني يعني كان في انتقاد أوسع من إنه هلا هو بدنا الحلفاء، ما بعرف نحن هلأ أنا عم نحن بسألك بدك تعطيني رأيك. اولا لازلنا الان في طور تبلور الامور، ولسنا الان يعني ما رحنا حتى الان على الانتخاب او على الترشيح بالمعنى الكلي. صحيح هو قال انه هو مرشح مثل بقيه المرشحين، لكن ما رحنا حتى الان الى الاتفاق على حصول الانتخاب والرؤيه على ضوء الانتخاب. نحن لازلنا في مرحله تبادل وجهات النظر، لانه حتى الان حتى يعني رئيس تيار المستقبل الشيخ زايد الحريري لم يعلن ترشيح رسمي. بالضبط، وهذا التوقيت يعني الذي اختاره النائب ثمان فرنجية بإعلان هذه المواقف قبل حتى إعلان الرئيس سعد الحريري لانه التبني رسمي يعني وإعلان رسمي له، ألا يعتبر أيضا رسالة يعني باتجاه هو الحلفاء؟ كان عم بيحاول يضع النقاط على حروف او توضيح بعض المسائل اللي اثيرت خلال هالاسبوعين، منذ أن تم أو أكثر من أسبوعين بشوي منذ أن تم تداول إمكانية أن يكون هو المرشح. لكن بكل هاي الحركة اللي صارت منذ أن سر بخبر لقائه مع الشيخ سعد الحريري والحديث عن ترشيحه والإشكالات كلها اللي رافقت، الجهد الأساسي الآن هو لتوضيح الأمور من أجل بلورة المبادرة. نحن حتى الآن لسنا أمام مبادرة متكاملة، لسنا أمام حل متكامل، نحن أمام مثل ما بقولوا رمي افكار او وجهات نظر، لانه الموضوع كثير مرتبط مش بس بموضوع من سيكون رئيس الجمهوريه، مرتبط بما سيترافق مع هذا الترشيح، لانه الاهم مع اهميه رئاسه الجمهوريه واهميه من سيكون رئيس الجمهوريه، لكن الاهم من كل ذلك اي قانون انتخابات سيتم الموافقه عليه، لانه قانون الانتخابات هو الذي سيشكل السلطه مستقبلا. هذه مساله كثير حساسه وتعني تكتل التغيير والإصلاح، مثل ما بتعني الأستاذ زمان فرنجي، بتعني حزب الله أو حركة أمل، بتعني البلد. الآن ما جرى الآن هو نوع من كشف أوراق جديدة في إدارة المعركة السياسية، أدت إلى نوع من ارتباكات، أدت رغم أنه قوة 8 آذار حتى الآن يعني شيء جيد، رغم الأستاذ زمان امبارح حاول أكثر يعني يكون مش حاد بمعنى، بس أنه رد على بعض الأمور أو فتح سجال ببعض المحلات، بس لا يزال هناك مسألة كتير مهمة بين قوة من الأزهر، أنه هي حافظت بهاللحظة الحرجة على وحدتها وعلى تواصلها بالوقت اللي كنا عم نشوف أنه قوة 14 أزهر راحت باتجاه تصعيد، راحت باتجاه معارك بين القواعد الشعبية، اضطرت قيادة المستقبل قيادة القوات ضبط قواعدهم حتى ما يفلت الأمور أكثر. لحلق ما في لقاء مباشر بين الشيخ سعد الحريري وقائد القوات اللبنانية سمير جعجع، هناك تواصل هاتفي أو عبر الوسطاء، ولهلأ واضح أنه هناك خلاف شديد بوجهات النظر. صار في اتصال هاتفي دمياط اتصال هاتفي من ساعة لأنه ايه كان بس رئيس الحريري ما في خارج لقاء لبنان. ما في لقاء مباشر، ولحديت هلأ واضح أنه حسب مواقف قادة القوات أنهم يؤكدون أن هناك خلاف كبير بوجهات النظر بين قوات لبنانية ورئيس عم بتقارن حال 8 أدار ب 14 أدار. أنا عم بقول إنه كيف إدارة المعركة بالمقارنة. بس لا بس أنت عم بتتابع شو عم بيصير على مواقع التواصل الاجتماعي يعني، هلا ما إذا صار يعني شيء هو جديد يعكس إذا بدك إذا نمط اليوم من امبارح الجمهورية. بالليل لليوم الصبح هلا أنا كنت عم راقب قبل المقابلة، هلا بعد المقابلة لازم بعد المقابلة نراقب. حقيقة ما يعني ما صح حل امبارح بالليل أو صباحا، هلا انا بتمنى طبعا هذه انا لا تطور الوضع بعد المقابله. ايه هلا المقابله طبعا هو كان عم بيحاول استاذ سمير فرنجي يرد على الاشكالات اللي طرحت حول طريقه الترشيح او كيفيه طرح الامور، وطبعا حكي كان صريح يعني لم يكن يعني يمكن هذه ميزه بشخصيته انه ما بحط كفوف بوقت ما بيحكي او شيء، رغم انه عم بيحاول يكون ما هي دقيق. الا تعتقد انه المشكله كانت بالكفوف يلي حطها قبل ما يلتقي الرئيس سعد الحريري؟ هلا هو حتى بالفترات السابقة ولا بيوم من الأيام يعني كان وقت ما كان ينتقد سعد الحريري كان ينتقده بقسوة، وأنا بتذكر كلمات لا عم بحكي على اللقاء اللي إجا هو يعني حسب انطلاق المبادرة يعني. ايه حسب ما يعني سرب وحسب ما هو حكي امبارح انه لا كان واضح انه لا يزال هو لم يتراجع عن موقفه او لم يتغير بالمعنى السياسي، هلا بيتغير بالأداء
هذا طبيعي يعني. طب كيف رأيت موقفه مثلا من المملكة العربية السعودية عندما قال إنه تجمعوا صداقات يعني هذا بس هي الصداقة بملوك التاريخية، الصداقة التاريخية بين جده والملك فيصل. لكن هو بالوقت نفسه انتقل المملكة العربية السعودية بمحلين، المحل الأول هو إعلان التحالف الإسلامي لمواجهة الإرهاب، وموضوع تصنيف حزب الله كأحد المنظمات الإرهابية، وقال أنا هذا الموضوع ما بلتقي بالمملكة العربية السعودية، وهذا كان واضح يعني وجهات النظر كانت متمايزة بالموقف السياسي. هذا يمكن بالأداء بصير الواحد بصير يدقق أكثر بكلماته وبيتغير طيب. شوي. السؤال اللي هو يمكن أكثر المحوري اللي بروح دغري مباشرة إلى لب الموضوع، لماذا سليمان فرنجي؟ لماذا يعني إذا عم نقول إنه شخصيتين من 8 آذار أو نعم حلفاء حزب الله مثلا وسوريا وإيران، لنفترض بوجهة نظر الطرف الآخر الخصم اليوم العماد عون، هو معروف يعني تحالفاته، معروف موقفه بالقضايا الوطنية والداخلية، أما نائب سليمان فرنجي فهو يتقدم بالحلف مع سوريا لا بل بعلاقة شخصية مع نعم الرئيس صحيح بشار الأسد، وبالتالي يطرح السؤال لماذا سليمان فرنجي، لماذا اليوم المملكة العربية السعودية وتيار المستقبل تحديدا يذهبون إلى هذا الخيار يلي هو إذا شفناه بشكل عام بنلاقيه كتير هو يلاصق يعني الخيار السوري، نعم. بينما هن في الواقع يعني بموقفهم السياسي غير هيك. طبعا انا لا يمكن ان اكون مكان لا لا بس إذا بدنا السعوديه، لا نقرأ بدي حلل، بالسياسة انا طبعا حلل ايه. طبعا مش رح يعني، انا رح جاوب بما املك من معطيات ومعلومات وبما املك من وجهه نظر شخصيه. طبعا ما عليك، واضح انه التيار الوطني الحر والعماد ميشيل عون هو يعني اول شيء عم بيمثل تيار يمتد على كل المناطق اللبنانية، وهذه مسألة معروفة. وصوله لرئاسة الجمهورية يعني وجود رئيس قوي يستطيع لديه كتلة نيابية قوية وكتلة شعبية قوية، بده يصير تتجير كلها هيدي بمواقف رئيس الجمهورية. هذا عم بحكي أنا إذا عم شوف الأمور من صورة تيار المستقبل. النقطة الثانية، أحيانا يمكن بيلعب الأداء سواء الذاتي أو الأداء الموقفي. العماد ميشيل عون يمكن رغم ما قاله انه كان حريص على انه يتحاور مع تيار المستقبل ويبحث عن خيارات، لكن العماد ميشيل عون بادائه السياسي والتيار الوطني بادائه السياسي كان لديه مواقف كتير واضحه وصريحه بالذهاب يعني بالمواجهه يعني طيله الفتره الماضيه، رغم السعي لفتح قنوات تواصل كما حصل. بينما بالواقع كان انا سليمان فرنجي هلا وفريقه السياسي ينقوا بنفسه يعني نقوا بنفسه عن بفترات هذه رغم العلاقة المواجهة. الخاصة مع ذاك، بس بلحظة من اللحظات كان الأستاذ سليمان فرنجي عم يبعث رسائل إيجابية بالاستعداد للذهاب إلى مكان وسطي إذا صح التعبير بالوضع السياسي الداخلي، بغض النظر عن علاقاته مع الرئيس بشار الأسد أو كونه داعم للمقاومة أو جزء من هذا الحلف. يعني عم تقول حضرتك بالوقت اللي كان العماد عون مرشح والوقت اللي كان حلفائه عم بيقولوا انه هو مرشحنا الاول وتمر عبره ولا الرئاسه يزال يعني حتى الآن هذا الموضوع يعني وتمر هلا بنشوف اذا لا يعني يزال وتمر عبره الرئاسه، كان عم تقول حضرتك يعني انا عم بستوضح انه كان النائب سمين فنجي يرسل رسالات ايجابيه الى التيار بشكل المستقبل علني يعني ليكون في هو الموقع الوسط. هل هذا كان جزء من الأداء تمهيد؟ لأن أنا ما يعني ممكن الواحد يرجع هلأ مثل ما هو روى امبارح إنه كان في بداية تواصل. يعني أهم نقطة أنا بتذكرها وقت ما أطلق بعض المواقف التي كانت تخالف ما أطلقه العماد ميشيل عون، وحصل نوع من الإشادة بالمواقف، يعني صار كان واضح إنه يبدو في لينك عم يركب بهذا الموضوع. يعني الان تيار المستقبل او الاستاذ وليد جملات عم نحكي الان لانه هذه التركيبه كيف تمت، او قوى اخرى ممكن تدعم هالحاله، يمكن بيعتبروا هذا التحليل يعني. بالاخير استاذ سليمان فرنجي هو زعيم مناطقي يعني اذا بدنا نحكي بالتوصيف، وهذا مش انتقاصا من موقعه او من يشبههم دوره، اكثر يعني باطار انه بالاخير حدود حضوره الشعبي والسياسي مرتبط بظروف مناطقيه، ممكن يتفاهموا معه أكثر أو يوصلوا معه لخيارات يعني خصوصا بمواضيع حساسة أو شيء، وإن كان كل هذا الموضوع لا يستطيع لوحده أن يدير
المعركة السياسية، لا يستطيع استسلام الفرنجي حتى عندما يصبح رئيس جمهورية إذا حصلت الأمور، أو قبل الانتخابات يروح على خيارات بتسوية السياسية لوحده، هو بيعرف هالشيء بعتقد، لذلك هو كمان كان عم بقول هو ليس ذاهبا لوحده، يعني هو بالأخير جزء من المشروع. فلهن يمكن بيحسبوا حسابات أنه بالأخير نحن نعرف البلد عندما يأتي رئيس جمهورية منذ أيام كميل شمعون، منذ أيام فؤاد شهاب، وقت ما يكون في رئيس جمهورية قوي وبنفس الوقت عنده كتلة نيابية كبيرة، هذا بعدنا كنا قبل اتفاق الطائف، بعد اتفاق الطائف صارت الأمور بتصير أكثر تعقيدا، فبصير عندك قوة شعبية وسياسية وعندك رئيس جمهورية غير المواقع الأخرى التي سترتبط بأداء رئيس الجمهورية، يعني أمام وضعية بالنسبة لهم يمكن يعتبروها صعبة، لذلك يمكن وجدوا أنه خلينا نروح على خيار تاني، خيار تاني بنفس الوقت بيفتح مجال للمفاوضات وما بيأدي، يعني بحث هو عن تسوية، يعني هي هذه الفكرة الأولى. هيدي من وجهة نظر عم نحكي بعض أركان، لأنه هلأ القوات اللبنانية ما بتوافق على هذا الموضوع، لذلك موقفها حتى الآن حاد ورافض. حزب الكتائب بوضع بقولوا برزخي، يعني ما راح للرفض وما راح للإيجاب لأنه كمان عنده حسابات. لكن بالمقابل إذا بدنا نجي لقوة 8 أذار، كيف تنظر لإدارة هذه المعركة؟ يعني قوة 8 أذار الأهم بوضعيتها هي ما هو المشروع، ماذا تريد 8 أذار من بعد، يعني من معركة رئاسة الجمهورية، من معركة سياسية. عم تحكي عن السلة المتكاملة اللي جاء الحديث عنها، يعني هذا الموضوع الأساسي رح نحكي فيها هلأ. بس شوي أنت جبت سيرة اتفاق الطائف، هو قد يكون أيضا لب الموضوع، أنه اليوم هذه الأزمة السياسية اللي عشناها بالسنوات الماضية أدت إلى التشكيك إذا بدك بفعالية اتفاق طائف، أو إمكانية يعني ضرورة تطبيقه على الأقل كما هو، وبالتالي هيدي اللي رفعت إذا بدك منسوب الفيتو يعني على العماد ميشيل عون، بينما أن أب سمين فرنجية هل تعتبر أنه هو ضمانة لاتفاق طائف لبقاء اتفاق طائف؟ ما بقوله إحدى النقاط خصوصا أنه ترويكا، يعني أنه يعني عندك الرئيس بري، النائب جنبلاط، الرئيس الحريري، يعني ترويكا اجتمعت على تسميته رئيس، بتصير رباعية بالضبط. طبعا هي إحدى الإشكاليات يمكن بالداخل تيار المستقبل، والاستاذ انه دائما كان العماد ميشيل عون عم يطرح الدعوه لاعاده النظر باتفاق الطائف، وهذه دعوه مش بس العماد ميشيل عون بيطرحها، انا سمعتها من رئيس حزب الكتائب الاستاذ سامي جميل، السيد حسن نصر الله اطلق اكثر من مره البحث حولها، في قوى اخرى بتطرحها، لكن استاذ سليمان فرنجي كان دائما اتفاق الطائف في حرص عليه او شيء، وهذه يمكن أجواء تيار المستقبل بتقول هذه المسألة أنه سليمان فرنجي ملتزم أكثر اتفاق الطائف. لكن إذا بدنا نكون واقعيين، اتفاق الطائف كما هو عليه الآن صحيح طبق بمرحلة من المراحل، أو جزء منه طبق وجزء منه لم يطبق، بس كان في عامل آخر موجود بالمنطقة هو العامل السوري، وكان السوري عم يلعب دور الحكم في إدارة الصراعات الداخلية، ويمكن هذه كانت يعني احد الاسباب الدافع لانه اتفاق الطائف ما كان فيه وضوح بكيفيه اداره شؤون البلد، يعني كان في محلات ملتبسه ولا تزال حتى الان، مشان هيك البعض عم بيطالب باعاده النظر بالتفكير. نحن بدنا نروح على وضع جديد، لا يستطيع اتفاق الطائف بما هو عليه الان ان يكون هو الحكم في اداره الشان السياسي اللبناني، المفروض البحث عن صيغ جديده، اما من خلال تغييرات جزئية وبتصير تتطور، أو البحث الكلي. لا يستطيع الأستاذ سليمان فرنجي إذا أصبح رئيس جمهورية أنه يدير البلد مثل ما كان عم يندار، وأن يتغاضى عن ما قبل اغتيال رئيس حريري، وأنه يكون جزء من الترويكا أو جزء من رباعية معين، لأنه هذا الوضع، لأنه في قوة أخرى، يعني هلا إذا قلنا رباعية افتراضا، رئيس بري، سيد وليد جنبلاط، أستاذ سليمان فرنجي والشيخ سامي حريري، طب حزب الله شو بنعمل فيه؟ التيار الوطني الحر شو بنعمل فيه؟ القوات اللبنانية والكتائب شو بنعمل فيه؟ وهذه قوى لم تكن في اتفاق الطائف، يعني هذه قوى شعبية حقيقية، عندما تم وضع اتفاق الطائف كانت خارج السلطة وخارج التمثيل، واليوم أصبحت مشاركة، والآن أصبحت بالفترة اللي كانوا موجودين السوريين فيها، كانوا السوريين عم بيشكلوا ضابط الإيقاع في إدارة الصراع بين القوى
اللي هي مشكلة اتفاق الطائفة، الرئيس الحريري، رئيس الجمهورية آنذاك سواء الرئيس الهراوي الرئيس لحود لحوت. والرئيس نبيه بري ورؤساء الحكومات اللي كانوا عم يتبدلوا. طب خلصنا من الوجود السوري بلبنان، جينا على مرحلة 2005 بعد اغتيال الرئيس حريري. منذ أن تم اغتيال الرئيس حريري حتى اليوم ليس هناك ناظم للوضع الداخلي، لذلك كنا كل 4 5 أشهر عم نفوت بتخبط بأزمة، مستمر. حتى عندما تتشكل حكومة أو يحدث انتخابات نيابية ما عم نخلص من الأمور حتى بسياق بطلنا نعمل طبيعي. انتخابات. ايه لذلك اليوم يعني مع أهمية انتخاب رئيس جمهورية، لكن انتخاب رئيس جمهورية وحده لا يكفي، لا بل يكفي السلة لمعالجة، المتكاملة. والعودة إلى الوراء ما راح تزبط. على السلة المتكاملة يلي تحدث عنها هذا هو السيدة، ما هي قانون الانتخاب؟ في كتير مشاريع يعني خاصة بإدارة السلطة وإدارة البلد، يعني إدارة المؤسسات من المركزية الإدارية لقانون الانتخاب نعم لغير كتار، بس بهمني يعني أحكي شوي عن قانون الانتخاب. اليوم امبارح قال النائب سليمان فنجي إنه النسبية هو هي الخيار الأمثل. ماذا يعني هذا الكلام؟ خصوصا وأنه بنعرف أنه الاشتباك الحاصل حول قانون الانتخاب هو برفض تيار المستقبل بالتخلي عن ما يؤمنه له قانون الستين. هل سيقبل تيار المستقبل اليوم بإعادة تركيب قانون الانتخاب بشكل آخر؟ يعني لا يستطيع تيار المستقبل ومن معه خصوصا حزب التقدم الاشتراكي أن يبقوا الأمور على ما هي عليه من خلال قانون الانتخابات سواء كان 60 أو ما يشبه 60. يعني هذه مسألة لا يمكن المرور عليها بسهولة. الأستاذ تميم فنجري كان معني طبعا، هلأ ما أشياء هو امبارح حاول يوضح الرئيس الحريري بده قانون 60، الأستاذ وليد جمراء بده قانون 60، رئيس نبيه بري ما بتفرق معه قانون 60، حزب الله معني برؤيته التغييرية بغض النظر إذا كان قانون 60 بفيده أو ما بفيده، ولكن حزب الله إذا بقي على قانون 60 يعني إبقاء السلطة إذا بنحكي بشكل واضح بيد قوى 14 آذار، وهذا سيؤدي إلى عرقلة أداء رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة بما يريدون، هذا أصبح واضح. غير وضع السلطة بمعناها المباشر الرؤية التغييرية، إذا بدنا رؤية تغييرية لا يمكن البقاء على ما هو عليه. هون الصراع الأساسي، مشان هيك هلا هني شو كانوا عم بيحاولوا إنه خلي هذا الموضوع يكون في كلام عام حوله أو التزامات عامة بس بدون اتفاق تفصيلي، خلينا نروح على انتخابات. بس هذا الأمر يعني لا يكفي في السلة المتكاملة من دون صحيح. التحدث بالتفاصيل، لأنه إذا ما كان يتم التوصل إلى تسوية كاملة فهي حتما ستكون بصلبة سيكون قانون الانتخاب بتفاصيله مش بعنوانه، لأنه العناوين سبق وشفناها والتفاصيل أيضا لم يتفق عليها. رح نحكي بهذا الموضوع، رح نحكي عن ظروف الإقليمية إذا كانت بتساعد أو ما بتساعد إلى انتخاب رئيس، رح نحكي عن موقف حزب الله المتمسك حتى الساعة بمرشحه الأول العماد ميشيل عون، الأول وليس الوحيد، ماذا يعني هذا الأمر؟ وإذا كانت من مصلحة حزب الله أصلا بالظروف الإقليمية الراهنة انتخاب رئيس للجمهورية. ولكن توقف مع فاصل علينا قصير وبنرجع. عودة لكم مشاهدينا مع ضيفي أستاذ قاسم القصير، بدي أرجع أرحب فيه. أهلا فيك. قبل ما نكفي نقاشنا حول اتفاق الطائف والسلة المتكاملة وقانون الانتخاب، بدي أنتقل لزميلتي نانسي صعب الموجودة على طريق المطار يلي أقفلت منذ قليل على خلفية بقاء النائب السابق حسن يعقوب قائد التوقيف على خلفية قضية اختطاف هني باع القذافي. نانسي صباح الخير. صباح الخير روبيشين. شو الأجواء عندك؟ بالواقع جوزيفين نحن انتقلنا من طريق المطار حاليا بطريقنا إلى قصر العدل، يعني لمتابعة مجريات الاعتصام اللي سيشهد قصر العدل عند الساعة 1:30 ظهرا، يعني من مناصري النائب السابق حسن يعقوب وعائلته اللي رح يكونوا متواجدين هناك أمام قصر العدل. طبعا طريق المطار كان أقفل قبل ساعة ونصف تقريبا بنفس الإطار الاحتجاجي من بعد ما كانت طريق مأني بالبقاع أيضا أقفلت وأعيد فتحها، هذه طبعا بإطار سلسلة التحركات اللي كانت بدأت منذ مساء أمس. أولا كان أمام المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي واللي كان
يتخذ حواليها إجراءات استثنائية بالأمس. اليوم أيضا بجولة لإلنا للأو تي في على مطلوبة من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، يلاحظ أنه كل هذه الإجراءات اللي كانت بدت استثنائية جدا بالأمس عادت إلى طبيعتها، يعني إلى الإجراءات اللي كنا نشهدها عادة خلال الأيام العادية. الطرقات اللي عمدت قوى الأمن الداخلي إلى إقفالها بالأمس أعيد فتحها اليوم، وطبعا أبقي على الإجراءات المتخذة عادة عند مدخل هذه المديرية وبمحيطها. نعم. طبعا نبقى بانتظار ما سيصدر عن عائلة النائب السابق حسن يعقوب خلال الاعتصام أمام قصر العدل جوزيفين، من بعد ما كان تم توقيفه بالأمس من قبل فرع المعلومات وأبقوا على ذمة التحقيق بقضية اختطاف هاني بعد نعم. الأزدادي. طبعا نحن نعم طبعا نحن نانسي رح نضل معك في هذا اليوم طبعا لنواكب التطورات في هذه القضية وجديد أيضا قصر العدل. شكرا لك على هذه الرسالة. شكرا لك كمان. مشاهدينا بدي انتقل لزميلي جابرييل مراد اللي موجود بنيويورك. جابرييل صباح الخير. صباح الخير جوزيفين. تفضل، شو عنا جديد من نيويورك؟ جوزيفين تنطلق عند الساعة 2:30 بتوقيت بيروت الاجتماعات الوزارية لنشط التوزيع لدعم سوريا، وهذا الاجتماع اللي يهدف إلى دفع الحوار حول تطبيق مقررات اجتماع فيينا وإن كان تحويله إلى قرار ملزم بمجلس الأمن. الاجتماع سيكون تشاوري بين مختلف المتواجدين فيه، وعلى في مقدمهم بالطبع وزيري خارجية الولايات المتحدة وروسيا اللي كانوا بدقيق دائم بالساعات الماضية من أجل الوصول إلى حل من خلال هذه الاجتماعات وألا تكون مجرد اجتماعات شكلية. وإذا سارت الأمور على ما يجب أن تسير عليه، من المنتظر أن يلي هذه الاجتماعات التشاورية اجتماع لمجلس الأمن الدولي مساء بتوقيت بيروت لإصدار قرار يمكن أن يشكل بداية مشوار حل الأزمة السورية عبر القرار المجلس الأمن الذي سيحمل الرقم 2254. 18 وزير خارجية يشاركون بهذه الاجتماعات التشاورية جوزيفين هون بنيويورك، من بينهم بالطبع وزير الخارجية جبران باسيل الذي كان وصل إلى نيويورك مع الوفد المرافق عند الساعة 6:00 مساء الخميس بتوقيت نيويورك، الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت بيروت، حاليا الساعة 5:10 صباحا بنيويورك، وبالتالي بعد حوالي إذا الساعتين وشوي ستنطلق هذه الاجتماعات التشاورية اللي تكون بأحد الفنادق بالقرب من الأمم المتحدة ولن تنعقد في مبنى الأمم المتحدة. وإذا سارت الأمور إذا على ما يرام سينتقد مجلس الأمن للنقاد في الأمم المتحدة واستصدار القرار الدولي. كل المؤشرات جوزيفين تصب في خانة الإيجابية وبحسب المعلومات المتطلعة خلال النقاشات التي ستجري الكلمة التي سيلقيها وزير الخارجية جبران باسيل ستركز على مسألتين، ضرورة محاربة الإرهاب ومسألة النازحين السوريين، لا سيما أن لبنان يعاني من هذا الملف، وبالتالي ضرورة تأمين عودتهم وأن يكون أي دعم مالي أو دولي يصب بخانة عودتهم إلى قراهم وبلداتهم ووطنهم، وعدم الاكتفاء فقط بتأمين المساعدات المالية لمعالجة وضعهم بالبلدان التي ينتشرون فيها. إذا نعم. أي جديد سنوافيكم فيه مع بداية الاجتماع جوزيفين بنشرة الظهر. طبعا جابرييل رح نتركك شوي ترتاح لأنه الساعة 5 الصبح عندك، يعطيك العافية. بدي أرجع لك أستاذ قاسم، يعني في قضيتين هلأ نحكي عن موضوع محاربة الإرهاب وطبعا الحلف يلي أعلنته المملكة العربية السعودية المفاجئ، وطبعا في قضية هانيبال القذافي وتوقيف النائب السابق حسن يعقوب. بس قبل ما نتطرق لهذا الموضوع بدي أكفي بس بموضوع اليوم حزب الله، كنت عم تقلي إنه هو بمسيرته الإصلاحية أو ومشروعه هو يتبنى قانون النسبية في الانتخابات، على الرغم من أنه بعد حتى الساعة ما في توافق على أن يكون هذا القانون بهذه الصيغة ضمن هذه التسوية الشاملة. بدي شوي أحكي عن موقف الحزب لجهة دعمه العماد ميشيل عون المرشح الأول، عطول يقول الأول وليس الوحيد، يعني حتى يقرر العماد عون عكس هذا الموضوع. شو كانت رسالته للنائب سليمان فرنجية، وهل الظروف الإقليمية اليوم مؤاتية لانتخاب رئيس بالنسبة لمصالح حزب الله؟
يعني كان واضح موقف حزب الله سواء بالموقف العلني او باللقاءات اللي صارت مع الاستاذ سليمان فرنجي، انه اي ترشيح للاستاذ سليمان فرنجي يجب ان يمر عبر العماد ميشيل عون، ولا يمكن لحزب الله انه يروح على تبني ترشيح الاستاذ سليمان فرنجي بدون التنسيق والتعاون مع العماد ميشيل عون. هذه مساله كثير مهمه. الموضوع الثاني انه كمان اي ترشيح او اي تسويه بدون أن انتخابات لا يمكن ان تمر، يعني المفروض ما يسمى السله المتكامله. حزب الله بيعني يعني هذا الموضوع، لانه حزب الله ما بده يرجع لورا، بده يروح لقدام. اولا وحريص حزب الله في نقطه كثير مهمه، وامبارح يمكن حكى عنها الاستاذ سليمان فرنجي، وانا حسب كنت متابعتي، اهم شيء حمايه هذا الحلف او هذا التعاون، لانه أي رؤية مستقبلية إذا لم يكن هناك تعاون بين القوى الأساسية لا يمكن أن تتحقق أو أي تغيير أو أي مطلب. أي خلل بتصير بالعلاقة بين أطراف قوى 8 آذار هي تعطي للآخرين نقطة قوة بالوقت بهاي اللحظة الحساسة، سواء داخليا أو إقليميا. تجميع القوى هو الأساس مش تفريق القوى. ومن هون يعني إدارة الأمور خلال الأسبوعين الماضيين كانت كتير دقيقة وحساسة بكيفية التعبير عن الموقف إدارتها. طبعا اللي صار امبارح يمكن حسب ما كنت عم بتعبري انه قد يكون شاب، يعني اجواء المقابلة، بعض المصارحات التي قد تؤدي الى اشكاليات. لكن المطلوب انه يتم التعاطي مع الامور بدقة، لانه نحن بوضع كتير حساس داخليا وخارجيا. بالنسبة لحزب الله، هل الظروف الاقليمية اليوم مؤاتية لألو للتوصل الى انتخاب رئيس، ولا هو يفضل لا انه ما زال هلأ يعني مجموعة تسويات عم تحصل بالمنطقة من بلد لبلد، فخلينا ناطرين لانه الميزان دفة الميزان عم بتميل لصالحنا، يعني وبالتالي يمكن بعدين انه نفرض التسوية الشاملة يلي بدنا اياه. هذا وجهه نظر الاقرب اللي عم بيعبر، انه حزب الله مش مستعجل، لكن كمان حزب الله اذا بينجح بانه يصير في تسويه شامله بهي اللحظه اللي عم المنطقه عم تشهد متغيرات، هذا مصلحته لحزب الله مثل مصلحه حلفائه. يعني حزب الله بهمه اكل العنب ما بقول المثل، مش اكل النطق، بهمه يوصل لتسويه شامله. اذا بتزبط التسويه الان ما مبين انه حزب الله ضده. حزب الله مش مستعجل بمعنى مش مضغوط، يعني ما وضعه صعب الان، مثل ما محضر اللقاء مع السيد سليمان فرنجي. طبعا واضح انه حزب الله عم بيخوض معركه هو وحلفائه بالمنطقه، لكن هو بيعتبر انه الاتجاه لمصلحته. لكن كمان نحن بدنا نكون واقعيين، يعني اذا بتيجي فرصه الان لقوى 8 اذار للوصول الى موقع رئاسه الجمهوريه من ضمن تسويه شامله، طب هيدي لمصلحه قوى 8 اذار وليست يعني ما بتضرهم. بلحظة انه المنطقة عم بيتم اعادة تشكيلها، يعني واضح الان نحن في لحظة الاشتباك فيها مستمر، لكن الذهاب نحو البحث عن مستقبل منطقة موجود، سواء باليمن، بسوريا، بالعراق، بالمنطقة، على المستوى الاقليمي والدولي. هاي اللحظة المهم كتير فيها انه يكون واحد متماسك هو حلفائه، ثانيا ان يمتلك رؤيه تغييريه، ثالثا ان يدير المعركه بواقعيه وليس يعني بحسابات غير دقيقه. رح نحكي عن هذا الموضوع، بس اسمح لي، يبدو انه ان زميلي نانسي صعب عندها خبر جديد في قضيه توقيف النائب حسن يعقوب. نانسي؟ نعم جوزيفين، تفضلي. الخبر مرتبط بتوقيف النائب حسن يعقوب، ولكن له علاقه اكثر بقضيه اختطاف هاني بعلى الازديفي. باتصال قبل قليل مع محاميته الاستاذ بشرى الخليل، لفتت للاو تي في الى انه بالامس حصل لقاء بين وزيري العدل اليمني الليبي عفوا والمصري، والرجلين اتصلا بوزير العدل اللبناني الشريفي للطلب له العمل على اطلاق سراح هانيبال الزيتي، كونه ليس مطلوب باي جرم، وهو شخص يهتم يعني عاده كان بالرياضه بليبيا وليس له اي علاقه بالسياسه. حسب ما ذكرت الاستاذه خليل للاو تي في، فانه الوزير اشرف سيسي قدم تعهد بالعمل لاطلاق هانيبال الزيتي، وسيوفد او يرسل يتم ارسال وفد من لبنان الى ليبيا نزولا عن طلب وزير العدل الليبي اللي ابدى كل استعداد لاستقبال وفد لبناني بمدينه الدار البيضاء والمساعده باقصى ما يمكن للكشف عن تفاصيل جديده بقضيه اخفاء الامام موسى الصدر. جوزيفين، هذه هي اذا المعلومات لحد الان. اذا على ما يبدو هناك اتصال
حصل بالوزير أشرف ليفي، وعلى أساسه قد يتم إطلاق هانيبال الزيفي. طبعا لمزيد من التفاصيل رح نكون خلال هذا النهار مع مزيد من المعلومات إذا تم يعني تأكيد هذا الأمر. نعم. شكرا لك، شكرا لك نانسي. يعني يبدو أنه هانيبال القذافي رح يرجع على ليبيا وحسن يعقوب بفوز بالسجن. لا أنا برجع للموضوع الأساسي، نحن في مرحلة كتير دقيقة وحساسة على مستوى المنطقة، في اشتباك لا يزال قائم لكن البحث عن تسويات مستمر. نحن عم نلاحظ هلأ بالموضوع السوري هناك قرار روسي أمريكي بترتيب الوضع. مبارح الكلام اللي قاله الرئيس الروسي بوتين كتير مهم، أنه سيصدر قرار عن مجلس أمن مثل ما تحدث زميل جبريل مراد، وقال عبارة أنه هذا المشروع قد لا يرضي أحياناً الحكومة السورية أو رئيس بشار أسد. يعني في نقطة، وقال بوتين مسألة مهمة، أنه بأي تسوية مفروض تقديم تنازلات، والجهد الروسي الأمريكي لترتيب الوضع السوري مستمر. هذا الترتيب في تنازل بمكان وفي مكاسب بمكان. الموضوع اليمن نحن رايحين على حوار، بلش الحوار صحيح في عقبات أو في مشكلات لكن الحوار قائم. الاتفاق النووي الإيراني بدأ تنفيذه ابتداء من بداية العام الحالي، عام جديد 2016، يتم الإفراج عن الأموال الإيرانية ويتم رفع العقوبات بشكل نهائي حتى إيران تلعب دورها في المنطقة. ونحن إذن أمام متغيرات مهمة في المنطقة. لبنان بالأخير ما في يكون خارج هالتطورات، في توافق دولي وإقليمي على حماية الوضع اللبناني. نعم. من ولكن توقيت، يعني توقيت حل هذه الأزمة، يعني هل هي يعني مؤجلة؟ يعني مبين لا، الأمور في استعجال، يعني في رغبة دولية وإقليمية باستعجال حل الأزمة اللبنانية. لكن لأول مرة بلبنان القرار الدولي والإقليمي وحده لا يكفي إن لم يكن هناك شراكة إرادة داخلية. الإرادة الداخلية سواء بموضوع انتخابات الرئاسة الجمهورية أو برؤية حول التسوية. يعني بالسابق كانت القوى الإقليمية والدولية تمتلك أحيانا نقاط ضغط على الوضع الداخلي أقوى مما هي عليه اليوم. لا، القوى الإقليمية والدولية أصلا مشغولة بملفات لكنها تريد ترتيب الوضع اللبناني. من هون أهمية التوافقات الداخلية. مشان هيك مش من فراغ، يعني عندما يكون إنه بالأخير تيار الوطن الحر أو تكتل التغيير صار عندهم دور مهم بالمعركة الجمهورية أو القوات اللبنانية أو الأطراف الداخلية الأخرى. بس بنفس الوقت يعني فترة السماح ما بتطول كتير، أو فترة ترك الأمور ما بتطول كتير. أما لا سمح الله بتصير تطورات مثل ما البعض بيعتبر أنه ممكن بيصير حدث أمني كبير بيدفع الأطراف للبحث عن تسويات مثل ما صار بتشكيل الحكومة، الحكومة القائمة الآن صار في وضع أمني اضطرت الأطراف تقدم تنازل ما. نحن أمام وضع يعني ما بقوله لحظوي دقيق وحساس، نستطيع من خلال هالتسوية أن نحقق ما نريد. بمعنى إذا نفكر كقوة 8 أذار تستطيع أن تستفيد من هذه اللحظة لتأخذ أقصى ما يمكن أن تأخذه. نعم. من أجل إدارة المعركة المستقبلية. قبل ما يخلص وقتنا بدي أنتقل شوي لموضوع الالتقاء الأمريكي الروسي على اليوم على حل الأزمة السورية. هذا الالتقاء اليوم تخلله كثير من المطبات، أبرز المواجهة الروسية التركية في المنطقة، وامبارح ما أعلنته المملكة العربية السعودية من يومين عن حلف يضم 35 دولة إسلامية، حلف عسكري لمواجهة داعش. ماذا يعني هذا الأمر؟ شو يعني حلف عسكري؟ ثمة من قرأ فيه رسالة مباشرة إلى روسيا وإلى جانب تركيا، يعني بيوجه روسيا، واصطفاف ل 35 دولة وافقت على الدخول إلى هذا الحلف من بين لبنان. بالمناسبة هلأ بنحكي عن التخبط الرسمي في مواجهة روسيا. يعني السعودية أولا تتعرض إلى ضغوط كبرى دولية وإقليمية بسبب الإشكالات حول الدور السعودي على مستوى علاقاتها بالمنظمات المتطرفة، بالفكر اللي أدى إلى بروز هذا الإرهاب على مدار سنوات طويلة. السعودية معنية بإنقاذ وضعها بموضوع اليمن بعد يعني تخبطها بالوضع اليمني، لذلك راحت السعودية لهذا الإعلان، الإعلان الفضفاض. يعني حتى الآن كل المعنيين، يمكن قبل ما اجي لهون كنت عم بلتقي باحد الدبلوماسيين العرب اللي دولته اسمه موجود من ضمن، بقول لا يوجد حتى الان اي معطيات تفصيليه حول طبيعه هذا التحالف. ما كيف انضمت هذه الدول؟ هلا صار يعني باتصال هاتفي مثل ما دق للرئيس المنصب. على الاغلب هيك صار، انه السعوديه
بما تملك من إمكانيات ومن أداك، أو بما تحرص عليه إنه تقول نحن بحاجة لموقف إسلامي يقول نحن ضد الإرهاب، خلينا نعمل هالشيء. فكتير دول وافقت أو أعلنت موافقة مبدئية، لكن حتى الآن لا يوجد، ما في لا تصور واضح لهذا التحالف، ما هي الأمور اللي بده يقوم فيها هذا التحالف، على أي أساس بده يقوم، لأنه في كتير أسئلة حول هذا التحالف. طبعا وفي اشكاليات طرحت منذ لقاء المعارضه في المملكه العربيه السعوديه وجلوس احرار الشام فيها، وهي وفي يعني منظمات تعتبر الآن منظمات تعتبر ارهابيه. إرهابية بالنسبة للوضع الدولي، حتى تعريف الإرهاب، أي إرهاب، الخلافات بين هذه القوى الدول حول تعريفات إرهابية، يعني في السعودية يمكن تعتبر الإخوان المسلمين بمصر إرهاب افتراضا، نعم تركيا تعتبر الإخوان المسلمين تنظيم إسلامي، نعم قطر مختلفة مع السعودية على أمور معينة، دول أخرى لديها حسابات، حتى موضوع حزب الله والنظرة لحزب الله في خلافات بوجهات نظر. وإرادة سعودية أي النقطة بإدراجه الثانية أيضا. والمهمة، هذا التحالف أعلن بعد ما تحدث الأمريكان أنه عن ضرورة تشكيل ما سمي قوة سنية من أجل القتال في سوريا والعراق. كمان هذا موضوع كتير دقيق وحساس، لأنه إذا كان مطلوب تحالف إسلامي بالعنوان العام، مش بالمعنى يعني الإسلامي الحركة، أو طب ما يفترض في دول أخرى إسلامية أو عربية وين هي بهذا التحالف، حتى ما يصير نحن عندنا أمام بنخلص نواجه الإرهاب بس بنفوت بصراع مذهبي سني وشيعي. هناك العديد من الأسئلة، سواء السعودية معنية بالإجابة عليها أو الدول التي ستشارك إذا استكمل الموضوع. نحن بنعرف ليش مواجهة الإرهاب إسلاميا تكون بحلف عسكري إسلامي ولا تكون على أنا بالذهاب إلى يعني المراجع الإسلامية مثل الأزهر يعني أنا وغيره يمكن والوهابية في يعني المملكة مع العربية السعودية؟ يعني بكل تواضع، يعني يمكن عندي وجهة نظر شخصية بالموضوع، أنه لا يمكن مواجهة الإرهاب عسكريا أمنيا إذا لم يتم تجفيف كل منابع الفكرية والثقافية التي تؤدي لبروز التطرف والإرهاب، سواء على مستوى التربوي، الفكري، الديني، الثقافي. بالإضافة إنه في كتير دول الآن تدعي أنها تريد أن تواجه ما يسمى الإرهاب، هي كانت وراء تشكيلات صارت إرهابية سواء بأفغانستان القاعدة أو لاحقا بسوريا. يعني لا يمكن أن نخوض معركة ضد هذا العنف المستشري في العالم إلا من خلال رؤية متكاملة. لكن الامور الان عم بتتم مثل بسموه الطبق السريع، يعني فاست فود، يعني انه بدنا تحالف، اعملوا يا شباب تحالف. طب نعم. من شي 6 اشهر تم بحث تشكيل قوه عربيه مشتركه، نعم، واساس اخذوا قرار بجامعه الدول العربيه مؤتمر، وبلشت قيادات الاركان العربيه تجتمع، فجاه بطير هذا الموضوع، ما بنقعد نسمع عنه شيء. السعوديه اول ما دخلت الى اليمن اعلنت عن تحالف كبير للقتال في اليمن، فجأة نسمع انه في كتير دول وضع اسمها انه راح تكون وما عاد لها علاقة بالموضوع، لم تشارك وهي اعترضت وصار في اشكالات. هذه الامور بدها كتير تدقيق وبدها كتير متابعة، لكن المشروع الاهم نحن الان على مستوى سواء عربي او اسلامي او عالمي، نحن نواجه ما يسمى تطرف عنف موجود بالعالم، وهذا التطرف يعني في كتير دول تعاني منه، هي لعبت دور ببروزه وبنشوه. إذا لم يكن هناك إرادة دولية لتقديم رؤية متكاملة لمواجهة هذا العنف والتطرف على المستوى السياسي والثقافي، لن نتحقق نعم. شيء. قبل ما ينتهي وقتنا، يعني بعد عندي يمكن شي دقيقتين، كنا عم نقول بوقت سابق انه اليوم لقاء نيويورك قبل ما نروح عليه لازم يكون متفقين على لائحه، من هي المنظمات الارهابيه ومن هي المنظمات الغير الارهابيه، وهذا كانت الاراده الروسيه، يعني اذا بدك والاحتجاج الروسي على عدم الاتفاق حتى الساعه على تصنيف الارهاب. اليوم وين صرنا بهذا المسار؟ سمعت انا يمكن بالطريق انا وجاي لهون انه الاردنيين، لانه هني كانوا معنيين، عاملين لائحة ب150 منظمة تقاتل في سوريا، معتبرين أنه هي منظمات إرهابية، وتم تسليم هذه اللائحة إلى الروس من أجل مراجعتها. هذه الموضوعات التفصيلية هي موضوعات سيتم معالجتها بشكل متزامن، يعني الحل بسوريا ليس حلا كليا أو نهائيا. كلفت السعودية بتجميع قوى المعارضة من أجل اتخاذ موقف موحد وحصل هالشيء، كلف الأردن بتحديد منظمات الإرهابية، في تحضير الآن لتحديد مراحل وقف إطلاق نار بشكل أو بآخر، في بحث عن إجراء انتخابات. القرار يبدو حسب ما أعلن الرئيس الروسي بوتين، هناك قرار مهم سيصدر اليوم عن مجلس الأمن وسيكون له علاقة بالوضع السوري، يبدو من الواضح أن هناك
ترتيب ما لأن تكون العام 2016 هي عام التسوية. نعم. سواء في سوريا أو في المنطقة، يعني في بحث جد لأنه العالم أصبح يضج الآن من تداعيات الأزمة السورية والأزمات في المنطقة. مشان هيك اقتصاديا اليوم عم بقول تقرير تراجع أسعار النفط ووضع الاقتصادي وخلى دول حتى دول الخليج بدها تقلص أنفاقها، التداعيات موضوع اللاجئين السوريين، موضوع العنف. نحن أمام وضع يبدو أن الروس والأمريكان رغم الأزمة اللي صارت مع تركيا ما رحنا على حرب. حتى بوتين امبارح هو عم بقول سنأخذ موقف من تركيا، لكن نحن نحترم تركيا. يعني في رغبة دولية الآن في إبقاء أسير عضو من أطر معينة وعدم تصعيده للوصول إلى حل، على أمل أن نحن كلبنانيين نستفيد من هذه المنحة للذهاب إلى تسوية لأزمتنا والوصول إلى إعادة بناء المؤسسات، لكن على أساس رؤية تغييرية. نعم. وليس ترقيعية. بانتظار شو رح يصير بنيويورك، عم تقلي انه ينتظر انه يكون في اليوم في قرار مهم مع زميلنا جابرييل ميراد. انا بدي اشكرك استاذ قاسم قصير على وجودك كل عام وانت بخير، يعني من وكل عام وانت بخير هيك مسبقا نبوي كمان. نعم. ورأس السنة يعني. نعم. شكرا لك على وجودك. شكرا مشاهدين على المتابعة وإلى اللقاء.